المنتدى الاجتماعي العالمي يضم كافة المنظمين من أحلى العالم، من نقابيين، من حقوقيين، من يعني السياسيين، لما يشاركوا اليوم في هذه المسيرة فهو تضامن كامل مع الشعب الفلسطيني. في إضافة ونتمنى معناها هو بطبيعة الحال هو دعم للمقاومة أساسا، لأنه دحر الاحتلال الصهيوني بسير لا يقع إلا بالمقاومة. نحن أيدنا ونؤيد الثورات في العالم العربي، لكن هذه الثورات يجب أن نبقى جميعا أمينين لمنطلقاتها وأهدافها. أهداف الثورات مواجهة الدكتاتوريات ودعم قضايا الأمة وفي طليعتها القضية الفلسطينية ومواجهة الكيان الإسرائيلي وعدم ممالأة الولايات المتحدة الأمريكية. كل انحراف عن أحد هذه الأهداف إنما هو خيانة لمنطلقات الربيع العربي. نحن هنا لنقول بأننا نؤيد الديمقراطية في الوقت ذاته الذي نؤيد فيه القضية الفلسطينية، ونقف في وجه القوى التي تريد أن تخون هذه الأمة وأن تثير داخل صفوف هذه الأمة الفرقة والانقسام الطائفي. نعم لوحدة النسيج المجتمعي بين مكونات الأمة. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. في المسيرة هناك عناصر استفزازية جاءت باش تفسد المسيرة واتصلنا بالأمن وحملناه مسؤوليته. Let's go.
شباب سيدي بوزيد اليوم موجود في يوم الارض، موجود في يوم الارض. شنو الرساله نحب نوصلوها اليوم؟ اللي برشا عباد نسيت 17 ديسمبر ونسيت محمد البوعزيزي ونسيت، شوف من بعد 17 ديسمبر شنو الدول اللي تحركت من بعد 17 ديسمبر هذا التاريخ هذا، فما ناس نسيته، فما ناس نسيت الشهيد هذا، حابين نفكروهم اليوم، راهو ديما موجود وديما عايش معانا في قلوبنا وفي مخاخنا، وان شاء الله باش نكملوا اللي بداه هو، ان شاء الله باش نكملوه يا رب. اللي صار انه احنا جايين اليوم لاجل فلسطين، واللي عم بصير اليوم تماما ضد فلسطين. احنا الوضع مسيء لفلسطين، مسيء للعرب بشكل كامل. اللي عم بصير هو موضوع تفرقه، موضوع تعذب، موضوع الواحد كل واحد يعمل اللي بده اياه بعيدا عن المصلحه العامه والمصلحه الوطنيه اللي المفروض للناس تحلها. ما فيش احزاب كل الاحزاب، فما نوع معين من الاحزاب، حزب شيوعي وشعارته شيوعيه. لكل فلسطيني يناضل من أجل قضيته. أيها الأصدقاء، أيها الرفاق، من مشارك المنتدى الاجتماعي العالمي، تحية لكم أحملها من كل طفل فلسطيني ومن كل عامل وفلاح وطالب وامرأة. وطننا الوطني، وطننا النضال المنتدى، كبير الخيوري منادي
العالم ولتنسيق تعاقد حضارات الشعوب شعوب العالم المختلفة على المزيد من تقوية إيماننا وذودنا على قيم التسامح والحرية والمساواة والكرامة. أجل العزيزات والأعزاء، الكرامة أولا والكرامة أخيرا، الكرامة التي جعلها منتدانا العالم الاجتماعي في دورته هذه شعارا له. ونحن معنا الآن الفلسطيني رغم عدم إنصاف المنظمة الدولية على امتداد 64 سنة من الاحتلال والقهر ومحاولة التدمير لكيانه وهويته، واستمر شامخا صامدا من أجل حقوقه الثابتة للعودة وتقرير المصير.